نسمع بعض المؤذنين من يقول الله اكبر الله اكبر بفتح الراء عند وصلها وبعضهم بضمها فما الصحيح في ذلك؟ بسم ربي الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المشهور في هذا هو الاعراب وهو ضم الراء لان اكبر خبر ولم ينون لانه على وزن افعل فمن وصلها بالضم فقد اعطى الاعراب حقه واحسن في التخلص من التقاء الساكنين لانه يكون بالضم والكسر والفتح ويذكر عن المبرد انه كان ينكر الوصل بالضم ويقول الاصل في الله اكبر تسكين الراء وهو يشبه المبني فإذا وصلت بلفظ الجلاله القيت حركه الهمزه همزه الوصل على الراء وهو نظير قوله تعالى ألف لا ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم تفتح الميم في حال الوصل وفتحتها هي فتحة همزة الوصل نقلت إليها، حكى ذلك عنه أبو بكر بن الأنباري في كتابه الزاهر وغيره في غيره، ونقله عنه ابن الحفيد في كتابه الدر النضيد، قال ابن الأنباري: عوام الناس يضمون الراء، وقد تجرد للرد على من عاب الضم الراعي الأندلسي. ورد على المبرد وغيره بما يكفي وهو منقول بتمامه في كتاب معجم المناهي اللفظيه غير انه قال في صدر كلامه ان الوصل مخالف للسنه وما درج عليه السلف الصالح في لفظ الاذان ولا ادري ما مستنده في ذلك فان ظواهر النصوص وما درج عليه اكثر المؤذنين فعلا وسماعا ونقلا عن الاسلاف هو الوصل وفي الصحيحين ان بلالا امر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه فجعل الله اكبر الله اكبر كالكلمه الواحده وجعل التكبير في الاذان كلمتين وكذلك خبر معاويه في الصحيح ايضا انه سمع المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر فذكرها موصوله وهناك نوعان من اذان الناس لم يذكرا في السؤال احدهما الوصل باسكان الراء مع قطع الهمزه في لفظ الجلاله وهو من باب اجراء الوصل مجرى الوقف وقد يختبئ في هذا الوصل سكته لطيفه والثاني النطق بان الله اكبر مفرده والوقف عليها على الوجه الذي حكاه الراعي عن السلف فتحصل في هذا اربعه اوجه او خمسه هي الوصل بالرفع او بالفتح او بالاسكان مع قطع الهمزه بلا سكت او مع سكت او الوقف هذا وبالله التوفيق